اخواني الاعزاء، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. هذا البيت ان شاء الله راح يكون لاخونا جعفر. نريد همتكم ويانا جزاكم الله خير، اللي نطلب من عندكم المساهمه بسقف هذا البيت بعد اتمامه، بعد اكمال بناء ان شاء الله. وجزاكم الله خير جزاء. جاي يشوفون هاي المواد كلها جبناها، هذا الرمون، هذا الدفار راح نفن به هذا البتلوك، هذا عندنا بلوك اسمنت، والعمل مستمر ان شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء المحسنين.